الحكومة توضح حقيقة إلغاء الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس. قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023-2024 غير صحيح، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنفي تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023-2024 وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.